خلينا نشوف، كلميني بكرة. أوكي، باي باي. كان لذيذ، كان لذيذ. أنا حاسة إن في حاجة من يوم المكتبة، أصل أكيد في بنات كتير حواليه، يعني كان ممكن يشوف نمرتي ويسك. وبعدين مامته حبتني، بس اللي يكون بيقولي بكرة وبيزحلقني، لا تكون هند اللي في دماغه. احنا ما نقدرش نقولك ايه اللي هيحصل لما تكلميه بكره، بس الاكيد انك مع نظام حكاوي بكره اللي هتتكلميه النهارده هتتكلمي قد بكره ببلاش ولو حتى دقيقه، وان شاء الله خير.